This is for tomorrow. How we think, how we learn, experience mistakes, and overcome challenges. Here, opportunities to change tomorrow aren't just in a lab. They're in the places you least expect. We push boundaries, experience innovation, building, problem solving, and solutions that change the world or someone's life. Because when you join us, you become the next generation of thinkers, influencers, innovators, and lifesavers. Galala University, powered by Arizona State University. Think next gen. And now with a presentation for Galala University by Ms. Roma Kosum. مساء الخير. مساء الخير. النهارده نتيجه الثانويه العامه ان شاء الله يا رب نكون فرحكم كلكم باذن الله. مين نتيجته طلعت النهارده؟ مين نتيجته النهارده؟ اوكي جبت كام؟ مش سامعه. مبروك مبروك، حلو قوي، مبروك. طيب النهارده هنكلمكم على جامعه الجلاله. اوكي، احنا جامعة الجلالة احنا موجودين في العين السخنة، طريق الجلالة. خلينا نتكلم ان احنا جامعة اهلية. يعني ايه جامعة اهلية؟ احنا جامعة حكومية 100%. انشأت سنة 2020، يعني دي تقريبا ثالث سنة لينا. يعني ايه جامعة اهلية؟ احنا جامعة اهلية يعني جامعة حكومية معتمدة من المركز الاعلى للجامعات، من وزارة التعليم العالي. يعني مستقبلك secured 100%، مش هتدور بقى على اعتماد الشهادة وعلى تسجيل النقابة والكلام ده. اوكي، احنا جامعة غير قابل، يعني غير هادفة للربح. طيب يعني ايه غير هادفة للربح؟ يعني كل الرسوم والمصروفات اللي انت بتدفعها جوه الكلية بتعاد تاني استخدامها في هيئة مباني، معدات تتعلم عليها، استثمار وبروجكتس انت بتعملها بنفسك. اوكي، الجامعه مبنيه على 178 فدان. 178 فدان يعني الفدان حوالي 4200 متر مربع. الجامعه فيري هيوج، معموله ان هي في الفول اوبريشن بتاعتها تستقبل 25000 طالب. احنا لسه ما وصلناش الماكسيمم ده لغايه دلوقتي، بس احنا بنكمل. تمام، احنا اقوى ستارت اب اتعمل، حوالي بادئين ب 14 كليه في جميع التخصصات. الستاف اكاديميك عندنا احنا بنسعى دايما دايما ان هم يكونوا اهل خبره والنولج، مؤهلين ان هم يتعاملوا مع الطالب ويديروا المعلومه مظبوطه. اوكي، احنا حتى عندنا دايفرستي في الاكاديميين هتشوفوها معانا. اوكي، دي الفيجن بتاعتنا، ان احنا نكون جامعه دوليه. يعني ايه جامعه دوليه؟ يعني هنكون مركز للابحاث اللي تخدم مصر والشرق الاوسط بالكامل. طيب احنا النهارده جايين بنكلمك على جامعه الجلاله. انا ما اعرفش مين من هنا عارف جامعه الجلاله او ليه حد في جامعه الجلاله. اوكي، احنا قلنا ان احنا جامعه دوليه، عندنا فاكولتيز في كل التخصصات تقريبا، طب بشري وعلاج طبيعي ونيرسينج وانجينيرنج وبزنس. اوكي، احنا حريصين تماما على ان الاكاديميين معمول فيهم ده. هتلاقي عندنا اكاديميين من تونس، اكاديميين من امريكا، اكاديميين مصريين، معتمدين من جامعات اريزونا، من جامعات بره مصر. الميزه ان احنا نقدر نقدم دكتور يعرف يتواصل مع الطالب، يعرف يقدم له المعلومه صح، يكون مؤهل ان هو يدرس ويعرف يخاطب الطالب اللي هو خريج 2023 وخريج 2020، يواكب العصر ده دلوقتي. اوكي، غير ان احنا خلينا نكلمكم كمان على الستودنت لايف عندنا. اوكي،
انا احنا بنبقى حريصين تماما ان انت زي ما بتتعلم ان انت تقضي وقت تقدر تستفيد منه وانت تتخرج من الجامعه، ناهلك لسوق العمل. طب ناهلك لسوق العمل ازاي؟ احنا من اول يوم انت بتبتدي تتسجل في الانشطه الطلابيه في الاتحاد بتاع الطلبه، عندنا اسمه ده انترشيبس بنعملها مع جامعات مع شركات مختلفه، غير ان احنا جوه الجامعه نفسها بنتيح للطلاب ان هم يشتغلوا في الادارات المختلفه، سواء في السمر تريننج سواء في البروجكتس اللي بتتعمل على طول السنه. يعني خلينا مثلا نتكلم ان احنا ايفنت زي ايديوجيت، سواء اللي حضر بتاع شهر 3 اللي فات او حضر بتاع الشهر ده، احنا الطلبه هم اللي منظمين المعرض، الطلبه هم اللي واقفين في المعرض وتقدروا تزورونا وتتكلموا مع الطلبه بتوعنا. يمكن زيزو هو اللي بيصور، ده طالب في ميديا اهو. تمام. مؤتمر زي كوب 27 اللي اشتركوا فيه 100% كانوا طلبة الجامعة كلهم على مستوى الكليات المختلفة، ما جبناش ايجنسي تعملوه، وكان احسن بوث معمول في كوب 27. خلينا نتكلم الحفلات اللي بتعملها الجامعة زي الويلكم بارتي وحفلات اخرى، لما جبنا حمائي وشارموفرز وكذا حد اللي كان عامل الاورجنايزر بتاعة الحفلات دي الطلبة بتوعنا. اوكي. غير بقى مؤتمرات اعداد القادة والدورات بتاعة كرة القدم والملاعب والجم اللي موجود والاكوميديشن، كل ده الطلبة هي اللي بتشترك فيه. طيب احنا اللي عدى على البوث عندنا شايف باورد باي اي اس يو، احنا جامعه الجلاله عامله بارتنرشيب مع جامعه اريزونا، اريزونا ستيت يونيفرسيتي، دي من اكبر الجامعات الحكوميه اللي موجوده في امريكا، رقم واحد في الانوفيشن على مستوى امريكا. احنا النهارده بنقدم لك عن طريق جامعه الجلاله، ويمكن لاول مره بنقول لك انت تقدر تدرس الاربع سنين بتوعك هنا في مصر، ما بنقولكش بقى 3+1 ولا 4+ ولا 2+2، اوكي. احنا بنقول لك ان هي 4+0، ادرس الاربع سنين وانت موجود هنا في مصر بالفيز بتاعه مصر، بتدفع بالمصري، اوكي، وتحصل في الاخر على شهادتين منفصلين، شهاده من جامعه الجلاله وشهاده من جامعه اريزونا، هي شهاده كانك موجود في الكامبس هناك في امريكا الاربع سنين، بس الفرق الوحيد ان انت قاعد في مصر، بيدرسك دكاتره جامعه اريزونا، بتدرس نفس المنهج الخاص بجامعه اريزونا، هم حريصين تماما وبيتابعوك اول باول، وفي مكتب خاص بجامعه اريزونا داخل جامعه الجلاله علشان خاطر يتابع معاك ان انت الاساينمنت بتاعتك بتتقدم مش متاخر، ما عندكش مشكله، الدكتور ما عندوش مشكله معاك ولا مع مستواك التعليمي، ان انت تجيب الجي بي اي اللي المفروض ان انت تفضل حاصل عليه عشان تقدر تفضل تكمل، بيقدموا لك منح، بتسافر. طب ليه كل ده؟ علشان الجامعه نفسها حريصه على ان الطالب اللي متخرج من جامعه اريزونا على الرغم من ان هو مش موجود قدامها، لكن يبقى بنفس مستوى الطالب اللي متخرج من جامعه اريزونا. طيب دي احصائيات عن جامعه اريزونا، بريف سريع كده عشان ما اطولش عليكم. زي ما قلت لكم هي رقم واحد في الانوفيشن على مستوى امريكا، هي من التوب رانكينج، من ال 100 توب رانكينج جلوبال وايد، من ال 50 اللي مطلوبين خريجينها على مستوى العالم في الاكثر توظيفا، اوكي. وتقريبا دي الحاجه اللي كل الناس بتدور عليها النهارده، ما فيش طالب ما بيقدمش النهارده الا وهو عايز يعرف انا لما اتخرج من هنا هشتغل ازاي وهشتغل فين. اوكي. طيب دي برامج اللي جامعه اريزونا مقدماها مع جامعه الجلاله، احنا بنقدم 8 برامج، 8 برامج في السوفت وير انجينيرنج، بزنس ادمنستريشن، الكمبيوتر انفورميشن سيستم، والماركتنج، والالكتريكال انجينيرنج، والانفورميشن تكنولوجي، والجرافيك انفورميشن تكنولوجي، والسبورت بزنس. انا بس هايلايت على كذا برنامج، اللي بيسمع وبيتابع الكارير كوتشز اللي بيتكلموا على الوظائف اللي هتبقى ترند الفترات اللي جايه، او الوظائف الاكثر طلبا الفتره اللي جايه، يمكن هنا الاولياء الامور هيبقوا عارفين انه مثلا من حوالي 10 15 سنه كانت الوظيفه اللي عليها طلب اكتر حاجه الاتش ار، وكان كل الناس بتروح تعمل دبلومه اتش ار في الجامعه الامريكيه. النهارده المستقبل كله هيبقى في السوفت وير انجينيرنج،
الجرافيك انفورميشن تكنولوجي الاي اي. طب ليه سوفت وير انجينيرنج؟ علشان الاي اي النهارده داخل في كل حاجه في المستقبل، وبالتالي مين اللي هنبقى محتاجينه اكتر، مين اللي هيبقى عليهم الطلب، مين اللي هيبقى له الابر هاند في الاي اي اللي هيعمل سوفت وير ده. اوكي، كمان عندنا الجرافيك انفورميشن تكنولوجي اللي هو جزء منه ديجيتال ارتس وجرافيك واعلان اسمه كوميرشال فيديوز، وهو جزء منه كمبيوتر ساينس اكتر منه ارت. السبورت بزنس من المجالات الجديده، اوكي، المجالات الجديده اللي بتقدمها جامعه الجلاله، الناس المهتمه بالرياضه، الناس اللي عايزه تشوف المحللين والاحصائيات وازاي نعمل هيد هانتنج للاعيبه الكوره، ده عن طريق السبورت بزنس. اوكي، ده كان بريف عن جامعه الجلاله، اتمنى ان نكون قدرت اجاوب على كل اسئلتكم. احنا باب التقديم مفتوح، تقدروا تقدموا من على الويب سايت مباشره، تختاروا الكليات اللي انتم عايزينها والادمشن بيتواصل معاكم دايركت. احنا موجودين النهارده في البوست، لو في اي اسئله تقدروا ترجعوا لنا وتقدروا تتواصلوا معانا مباشره عن طريق الكول سنتر. اوكي، انا اسفه انا عديت حاجه، معلش. طيب دي بريف عن الفاسيلتيز اللي موجوده، الملاعب، الجيم، التراك فودز، البينج بونج تيبلز، والتنس كورت. احنا عندنا كلينيكال كلينيك بتخدم الجامعه، في مستشفى هتتفتح ان شاء الله خلال السنه الجايه وبيتم تجهيزها، تستوعب حوالي 577 سرير. اوكي، عن في طبعا احنا عاملين بارتنرشيب ثانيه مع جامعه هيروشيما بلس جامعه اريزونا، فبالتالي طلبه الجلاله يقدروا يتواصلوا، مفتوح لهم اللايبرز بتاعه جامعه هيروشيما وبتاعه جامعه اريزونا في اي ريسيرشز هم محتاجينها، ويقدروا ياخدوا كورسز اونلاين وبتدعمهم في الحوار ده، وبتبقى مجانا تقريبا اغلبها. وطبعا احنا بنقدم اكوميديشن، بنقدم ترانسبورتيشن، بتغطي القاهره كلها دلوقتي. اوكي، ده البارتنرشيب اللي كلمتكم عنها. احنا بنعمل جوب فير سنويا داخل الجامعه، بتيجي الشركات من الطلبه بيقدموا لها السي في ويقدروا يشتغلوا معاهم، واحنا كمان بنقدم انترشيب جوه الجامعه بيد للطلبه. اوكي، دي مجالات الاكاديميه بتاعه الجامعه، الهيلث سيكتور، ساينس سيكتور، انجينيرنج، الهيومانيتي، دي كل دي المجالات اللي بتقدمها في حوالي 41 كليه داخل الجامعه. مبسوطه انا اتعرفت عليكم، لو في اي اسئله تحت امركم، زي ما قلت لكم احنا النهارده موجودين في البوس، ده الويب سايت بتاع الجلاله تقدروا تتقدموا من خلاله، ولو في اي اسئله احنا النهارده موجودين النهارده وبكره عشان نساعدكم. اوكي.